بحال اللي نسيتو شكون هو ملك التوقعات، بحال اللي حتى شي واحد ما دا فيا وما قاليش دير التوقعات ديالك كأس العالم، بحال اللي نسيتو بلي التوقعات ديالي تتكون 90% حتى 95% صحيحه. المهم الاخوان، وصل الفيديو المنتظر ديال التوقعات ديال شكون اللي غادي يتاهلوا من دور المجموعات. المهم الاخوان، قبل ما نبدا التوقعات ديال كأس العالم، فايت واحد صديق ديالي مجاهد عطاكم مسابقه، وانا هنايا في التوقعات ديالي ما يمكنش عاوتاني ما نديرلكمش مسابقه. المهم هبط دابا الكومونتير وكتب لي التوقعات ديالك المنتخب اللي غادي تاهلوا واللي غادي يسال الدور المجموعات. غادي نرجع للكومونتيرات ديالكم وغادي نختار جوج ديال الفائزين. المهم انت يا الدور ديالك تجيب التوقعات صحيحه 100%، وانا ماشي شغلك فيا تجيبهم صحيحين ولا ماشي صحيحين، المهم هذاك سوقك نتايا. والناس اللي غادي يجيبوا التوقعات صحيحه غادي يختاروا بين تونيات ولا كره ولا قسيمة شراء. وتالي حاجه ما تنساش تبارطاجي الفيديو مع صحابكم. صافي واجد مرتاح نعس في بلاصتك هاني، يلا زير معايا ونبداو. قبل ما نبداو غادي ناكد على واحد الحاجه اللي مهمه وما خاصكمش تنساوها طول الفيديو. هادشي اللي غادي نقولو في الفيديو غادي يكون بدون عاطفه نهائيا، يعني هادشي اللي غتسمعوا في الفيديو بحال ما تيهضرش معكم مغربي وبحال ما تيهضرش معكم شي واحد عربي. فهاد الفيديو هذا غادي نشد العاطفه وغادي نلوحها الاخوان. انا ماشي بحال اليوتيوبر العرب اللي تلعب بالعاطفه وتنتوقع باللي قطر غادي يتاهل، وانا ماشي ديك اليوتيوبر اللي غادي نقول لك منتخب المغرب غادي يضرب لك بلجيكا وغادي يضرب لك كرواتيا. انا هنا غادي نهضر لك بالمنطق وانت تقبل هضرتي ولا ما تقبلهاش. يلا نمشيو الاخوان نبداو بالمجموعه الاولى. المجموعه الاولى فيها بلاد المنظم قطر والاكوادور والسنغال وزاد عليهم هولندا. المهم الاخوان، اليوتيوبرز اللي تيقول لك باللي قطر غادي تاهل للثمن النهائي غير سمحوا لي بزاف، اول منتخب اللي 100% غادي تاهل له هو هولندا. كما تعرفوا اخوان، هولندا من المنتخبات العريقه وراه 100% غتاهل، هذه بلا ما نهضروا عليها. ولكن السؤال، شكون المنتخب اللي غادي يرافق هولندا؟ الناس اللي تيربطوا الاصابه ديال ساديو ماني بتاهل ديال قطر راك غير تتحلم اولدي. بالنسبه لي المنتخب الثاني اللي غادي يرافق هولندا هو السنغال. السنغال ما عندوش غير ساديو ماني، وزاد عاوتاني ساديو ماني راه غادي يرجع من الاصابه وغادي يلعب. الناس اللي تيقولوا قطر غتاهل، عطينا غير لاعب مشهور منهم. في كره القدم اذا مشيتي هضرتي بالعاطفه راه بحال اللي تتكذب على راسك. السنغال عندها منتخب واقف من حراسه المرمى حتى الهجوم، ومثلا عندها في حراسه المرمى ميندي، وزاد عاوتاني في الدفاع عندها ديالو اللي تيلعب مع لايزينغ، وزاد عاوتاني عندها الكابيتان ديال تشيلسي اللي هو كوليبالي، وزاد عاوتاني عندها في خط الوسط نامبيرسون ميندي اللي تيلعب مع ليستر سيتي، وزاد عاوتاني في الهجوم عندها ساديو ماني. راه تتهضر على التشكيله من الحراسه حتى الهجوم، وانت هنا تجي تقول لي قطر مثلا غتاهل، باش غادي تاهل؟ هنا غادي تجاوبني وغادي تقول لي هو البلد المنظم، غادي نجاوبك وغادي نقول لك جنوب افريقيا راه احسن من قطر وتقصى من الدور الاول. المهم الاخوان، التوقع ديال هذه المجموعه هو هولندا والسنغال غادي يتاهلوا، بينما قطر غادي يجي في المركز الثالث والاكوادور غادي يجي هو التالي، ويمكن الاخوان يوقع العكس، الاكوادور يجي هو الثالث وقطر هو يجي الرابع. نمشيو دابا الاخوان المنتخبات اللي جاو في المجموعه الثانيه. المجموعه الثانيه الاخوان فيها بريطانيا والامريكا وزيد عليهم ايران وزيد عليهم الويلز. المهم الاخوان، اول منتخب اللي باين غادي يتاهل هو انجلترا. واخا الاخوان انجلترا ما تدير والو في كاس العالم، ولكن راه من المنتخبات اللي غادي يتاهلوا لان عندها النجوم. هنا عاوتاني غادي يجي واحد الفئه الثانيه كانوا تيقولوا ايران يمكن تاهل. حيد علينا ايران وحيد علينا العاطفه، وايران راه ما غاتاهلش. بقاو لنا جوج منتخبات اللي بالنسبه ليا متساويين بزاف، وبالنسبه ليا وبكل صراحه الولايات المتحده الامريكيه وويلز بجوج فيهم راه نفس المستوى، ولكن انا اللي تنشوف بان الفرق ديال الخبره هو اللي غادي يحكم. وبالنسبه لي انا وكنظره شخصيه، الكره الاوروبيه غادي تفوق على الكره الامريكيه. وبالنسبه لي وكرأي شخصي تنشوف غاريث بيل غادي يكون قد المسؤوليه وغادي ياهل المنتخب ديالو. يعني الاخوان، التوقع ديال هذه المجموعه تنشوف انجلترا غتاهل معها الويلز، اما الولايات المتحده الامريكيه غتجي الثالثه والاخيره هي ايران. نمشيو دابا الاخوان المجموعه الثالثه اللي فيها الارجنتين وبولندا والسعوديه. وزيد عاوتاني المنتخب اللي تيبان الحارس ديالو غير من الكاس العالم لكاس العالم اللي هو المنتخب المكسيك. المهم الاخوان، الارجنتين راه عارفين غتاهل هي الاولى، وعارفين عاوتاني الارجنتين راه منافس على اللقب 100% في هذا الموسم، يعني ما احتاجوش نهضروا عليه. ولكن شكون المنتخب اللي غادي يمشي مع الارجنتين؟ اول حاجه السعوديه غادي نحطوها هي الثانيه ديال المجموعه، وهو ديك المنتخب اللي غادي يجمعوا منه النقاط. وثاني حاجه بولندا والمكسيك بالنسبه لي راهما بحال بحال عاوتاني. بالنسبه لي الحسم ديال التاهل بين جوج منتخبات غتكون في المواجهه المباشره اللي غتكون بيناتهم. وبالنسبه لي وكرأي شخصي، اقرب منتخب يمكن يتاهل هو بولندا. يعني الاخوان، التوقع ديال هذه المجموعه
الارجنتين وبولندا هما اللي غادي يتاهلوا. اما منتخب المكسيك غادي يكون هما الثالثين، واخر منتخب غادي يكون هو السعوديه. نمشيو عاوتاني اخوان المجموعه الرابعه اللي فيها منتخب عربي عاوتاني. هذه المجموعه هذه فيها فرنسا، استراليا، وزاد عليهم تونس، وزاد عليهم الدنمارك. هنا عاوتاني خرجوا بعض العناصر، وبدا تيقول لك المنتخب اللي تيكون بدا كاس العالم تيخرج من دور المجموعات. اي الاخوان يمكن هذه القضيه ديرها على منتخبات بزاف الا المنتخب الفرنسي. منتخب الفرنسي بالنسبه لي عنده واحد الخط الوسط اللي شاب وباقين يلا غادي يعطيو واحد النيفو كبير، وزيد عاوتاني عنده مهاجمين كبار ومدافعين كبار وحارس كبير. وبالنسبه لي تنشوف منتخب فرنسا غادي يتاهل 100% من هذه المجموعه. هنا غادي يجي السؤال الثاني، شكون غادي يتاهل مع منتخب الفرنسي؟ بهذه المجموعه هذه انا متاكد باللي منتخب الدنمارك غادي يتاهل 100%. منتخب الدنمارك الاخوان عنده لاعبين وصلوا لواحد القمه ديال الخبره ديالهم. منتخب الدنمارك عنده كريستنسن مدافع ديال البارسا، وزيد عاوتاني عندهم النجم ديال يونايتد إيركسن، وزيد عاوتاني حتى اوديغار اللي تيقدم مستوى كبير مع المنتخب ديالو. يعني اخوان في هذه المجموعه هذه تنتوقع باللي فرنسا والدنمارك هما اللي غادي يتاهلوا. اما منتخب تونس يمكن يخرج بثلاثه ديال النقاط ويكون هو الثالث. واخر منتخب اللي تنشوفو بزيرو نقطه هو استراليا. نمشيو دابا اخوان المجموعه الخامسه اللي بالنسبه ليا ساهل تعرف شكون اللي غادي يتاهل فيها. المجموعه الخامسه اللي فيها اسبانيا والمانيا وكوستاريكا واليابان. هذه المجموعه هذه بالنسبه ليا 6 ديال النقاط مضمونين لالمانيا والاسبانيا. غادي يبقى الماتش اللي غادي يكون بيناتهم، وبالنسبه ليا المانيا غادي تصدر وغتربح اسبانيا. يعني الاخوان تنتوقع باللي منتخب المانيا غادي يكون الاول، اسبانيا الثاني، اما المنتخب الثالث غادي يكون اليابان، والرابع غادي يكون كوستاريكا. نمشيو دابا اخوان المجموعه السادسه اللي فيها المنتخب ديالنا. هذه المجموعه هذه كما تنعرفوا فيها كندا وبلجيكا وكرواتيا والمنتخب المغرب. واخا الاخوان هادشي اللي غادي نقولو كما قلت لكم بدون عاطفه، وهذا الراي الشخصي ديالي، وكان يمكن نوض نفقكم ونبقى نكذب عليكم. المهم اخوان من ناحيه النظره المقربه ديالي لهاد المنتخبات هادو بربعه، المهم اخوان من ناحيه القوه ديال هاد المنتخبات تنشوف ثلاثه ديال المنتخبات في نفس القوه. يعني الاخوان منتخب المغرب تنشوفو بنفس القوه ديال بلجيكا وكرواتيا، اما المنتخب الكندي غادي يكون ناقص واحد الدرجه صغيره على المنتخب المغربي. وهنا غادي نقول لك مستحيل تعرف المتاهلين من هذه المجموعه هذه. يمكن يتاهل بلجيكا وكرواتيا، ويمكن يتاهل كرواتيا والمغرب، ولا بلجيكا والمغرب، ويمكن اخوان كندا تكون هي ديك الحصان الاسود وتتاهل مع شي منتخب من هاد الثلاثه. ولكن الاخوان انا كنشوف بدون عاطفه اللي غادي يتاهل هو اللي عنده الخبره. يعني الاخوان جوج منتخبات اللي غادي يتاهلوا من هاد المجموعه تكون عندهم الخبره ديال كاس العالم. بهذه الخاصيه هذه بكل صراحه عند المنتخب الكرواتي وعند المنتخب البلجيكي، اما منتخب المغرب قل منهم واحد الدرجه من ناحيه الخبره. يعني الاخوان هاد القضيه هذه اللي ما هضروش عليها بزاف ديال المحللين، وهي اللي غتكون نقطه ضعف ديال المنتخب للاسف. المهم اخوان انا كنتوقع في هذه المجموعه هذه باللي بلجيكا غتكون هي المتصدره، اما المنتخب الثاني اللي غادي يتاهل غادي يكون اما كرواتيا ولا منتخب المغرب. وتنعطي اخوان 60% المنتخب الكرواتي غادي يتاهل، و40% المنتخب المغرب. لان الاخوان بكل صراحه المنتخب الكرواتي عنده الخبره وعنده لاعبين فايت لعبوا كاس العالم ماشي مره ماشي جوج. وزاد عاوتاني بلجيكا نفس الحاجه، اللاعبين ديالها راه فايت لعبوا في كاس العالم بزاف ديال الحوايج. اما منتخب المغرب للاسف بزاف ديال اللاعبين اول مره غادي يلعبوا في كاس العالم. والنصيحه مني لكم اخوان ما ديروش امال كبيره على المنتخب المغرب، خلي داك الناس يلعبوا وان شاء الله يكون غير خير مستقبلا. نمشيو دابا اخوان المجموعه السابعه، فيها الكاميرون وسويسرا والبرازيل، وزاد عليهم في التالي منتخب المفاجاه اللي هو منتخب صربيا. هنا بدون ما نهضروا بزاف منتخب البرازيل غادي يتاهل 100% هو الاول ديال المجموعه. اما المنتخب اللي تنشوف غادي يتاهل مع البرازيل هو سويسرا. يا الاخوان اللي تتفرج منتخب سويسرا هو المنتخب الوحيد اللي تيعرف يتاهل من المجموعات، ودائما هذا المنتخب هذا سبحان الله تيظلموه بزاف ديال المحللين، وتيقول لك غادي يتقصى، ولكن دائما هذا المنتخب هذا في كاس العالم تيتاهل دور الثمن ومن ثم عاد تيتقصى. علاش تنتوقع باللي اللي غادي يكون في المركز الاول هو البرازيل، واللي مور غادي يكون هو سويسرا، اما المنتخب الثالث غادي يكون الكاميرون، والرابع غادي يكون صربيا. نمشيو دابا الاخوان المجموعه الثامنه والاخيره، واللي فيها البرتغال بقياده كريستيانو رونالدو اللي غادي يكون اخر كاس العالم ليه، وزاد عليهم غانا والاوروغواي وكوريا الجنوبيه. اول حاجه اخوان منتخب البرتغال تنشوف عنده افضل تشكيله في اخر السنين، منتخب اللي عنده كانسيلو وبرونو فرنانديز، وزيد عاوتاني النجم ديال مانشستر سيتي اللي هو برناردو سيلفا، وفي الهجوم عندك كابيتان بحال كريستيانو رونالدو. يعني اخوان بكل صراحه البرتغال غادي يكون هو المتصدر ديال هذه المجموعه. اما المنتخب الثاني اللي غادي يرافقه هو منتخب الاوروغواي. منتخب الاوروغواي عنده النجوم الكافيين باش يوصل حتى النصف نهائي ديال كاس العالم، اما الاخوان غانا وكوريا الجنوبيه غادي يودعوا من دور المجموعات. وتتوقع كوريا الجنوبيه هي اللي غتكون الثالثه ديال المجموعه، وغانا هي الاخيره. المهم اخوان هبط لكم موطور وكتب لي التوقع ديال المنتخبات اللي غادي يتاهلوا. اوف تالي لو توصلت لهاد النقطه ما تنساش معاك لايك الفيديو. اوف تالي اخوان كان معكم حفيظ، وتهلا.